الجنة فتحت أبواب بهجة قلب صفا. هاي جايز، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. أوكي، اليوم رح نحكي في هذا الفيديو عن قصة هاي الإشارة Contable Related، هاي اللي تشوفوها كتير في بعض المابات المحذوفة أو في بعض التيشيرتس المحذوفة. فنحن اليوم رح نعرف ليش، شو قصتها، فهمتوا؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو، حطوا لي لايك، اشتركوا في القناة، ادعموني بليز حتى اواصل واسوي تحقيقات في كل الاشياء اللي زي هيك، واي اشي بيحصل جديد يعني بساوي انا عنه الاولى ان شاء الله، وبتعرفوه نتحرى عليه مع بعض. ونبدأ القصة. قال انه في 2017 كان في ماب في روبلوكس بيعطي روبكس مجاني، وقال انه لما تيجي تسوي تحويل للروبكس لحسابك يجيلك اسئلة عشان يتأكد انه انت مو روبوت. والشي المريب انه هذوك الاسئله اللي بيسالهم غريبه ومريبه، مثلا تسكني في بيت ولا في شقه، كم عندك اخوان، واسئله غريبه اكثر. قال انه كانت بنت تحب تلعب تجرب هذا الماب لتاخذ روبكس، فقررت تدخل فيه. اجاها سؤالين كانوا سهلين يعني للاجابه، يعني بس اشياء خاصه بروبلوكس. بس بعدين اجاها سؤال غريب اللي هو كيف تروحي على المدرسه، مثلا بالباص او بالقطار او ابوك ياخذك بالسياره او شيء اخر. قال هي كانت تحب تكون بامان، فحطت خيار خاطئ واللي هو قطار، بس هي كانت تروح بالباص، فهمتوا؟ بعد ثواني قليله لما جاوبت على اخر سؤال، جهازها صار لونه اسود، يعني الشاشه صارت سود، يعني ما بعرف انه اللعبه يعني صارت كانه بالليل ولا الجهاز كله أسود ولا الشاشة سودة، ما بعرف. المهم قال أنه فكرت هي أنه الآيباد تبعها انكسر، بس كانت غلطانة. واليوم الثاني ركبت بالباص، ولما كانت بالباص شافت شي برا، شافت حادث فظيع بالقطار، والقطار كان أوريدي يعني كان أوريدي أخذ أطفال على المدرسة، ف يعني يمكن يكونوا ماتوا أو المهم هو هذا القطار اوكي ما عليكم. فالمهم بعد شهر اجتها رسالة مكتوب فيها لماذا كذبتي. بعدين اجوها اسئلة اكثر، بس كان في سؤال اكثر غرابة وهو مين بتحبي اكثر، وحاطت لها صورة امها وابوها واختها. هي خافت وما عرفت كيف تحذف المسج، وكانت عارفة مين تكتب، ما كانت عارفة يعني مين تكتب او مين تحب اكثر، فسحبت عليه وطنشت الرسالة، يعني ما جابت على السؤال. بعد أسابيع وهي لسه ما اختارت مين بتحب، يعني لسه ما جاوبت على السؤال الأخير، فرجع رسلها تاني مرة صورة جديدة لوجهها، يعني أتوقع مين بتحبي أكثر، أمك أو أبوك أو أختك أو أنتي، فهمتوا؟ أتوقع هيك لما زاد رسلها صورتها. بعدين هي حبست حالها في مكان، يعني غلقت على حالها في الغرفة يمكن. بعدين ما حد شافها ابدا. هاي هي القصة. بس شو علاقة هاي القصة بكونت ديليتد؟ يعني يمكن يكون اسم الماب هيك كونت ديليتد، او الماب لما انحذف هو اول ماب انحذف في روبلوكس وسموه كونت ديليتد، ما بعرف. لازم نسوي تحقيق. لازم إذا عرفت أي إشي حول قصة هاي كونت ديليتد، فإن شاء الله بزيد أصور لكم. وإنتوا اكتبوا لي رأيكم أو أعطوني أشياء يعني هيك بتساعدنا في التحقيق، وبس حطوا لايك سبسكرايب، وأنا كتير كتير بحبكم، وإن شاء الله بيعجبكم هذا الفيديو وبزيد أعمل فيه تحقيقات تانية. وبس باي.